بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد. أنتوا حصتكم إن شاء الله محاضراتكم سهلة وبسيطة وحلوة، وأول إشي راح نكمله اللي هو عن مقياس الرسم اللي ظل علينا من محاضرات القياس اللي هو المرة الماضية. شو مقياس الرسم؟ هو هذا نفسه التشابه، وهذا ترى بيشبه الواجب اللي أعطتكم إياه. سؤال الواجب، أنا مثلا جيت عملت مثلث قائم الزاوية على سبيل المثال، كويس، وهذا من أشهر المثلثات اللي علمتكم عليها اللي هو المكان قياساته 3 4 5، ضلعية القائمة 3 4 والوتر 5، وجيت عملت مثلث كبير، كويس، وتعلمنا انه هذا المثلث يشبه هذا المثلث اذا كانت الاضلاع مالها متناسبه. يعني لو كانت هاي 9 وهاي 12 وهاي 15، بقول عن المثلثين هذول مالهم متشابهين. ممتاز. طب بقدرش احكي اطلع عليها بطريقه مختلفه شوي؟ نعتبر انه هذا، نفترض المثلث الكبير اللي هو ا ب ج هو مثلث حقيقي، يعني نفترض انه هذا امتار، نقيس بالامتار، ماشي، وهذه بتقيس بالسانتي. يعني تخيلوا انه هذا مثلث في ايش؟ في حديقه حقيقيه كبيره، وهذا المثلث وين مرسوم؟ على ورقه. فهذا عبارة عن تكبير لمين؟ للصورة اللي على الورقة. عادة في الخرائط شو بنعمل احنا؟ بنرسم على الورق بالأول، بعدين شو بنعمل؟ بننفذه على الواقع. طب سؤال، التسعة متر كم سنتيمتر؟ 900. والاثناشر متر؟ 1200. والخمستاشر متر؟ 1500 سنتيمتر. الآن ليش أنا تحولت؟ عشان أوحد، أخلي كله سنتيمتر. طب بسألك سؤال، الثلاثة سنتي على الخريطة، هون الخريطة أو بالصورة نفس الإشي اللي بدكم إياه، وهون الحقيقي، الثلاثة سنتي على الصورة كم تقابل في الحقيقي؟ 900. خلينا كله سنتي حكينا. في الرياضيات الثلاثة على 900، هاي نقدر نتبك 3 على 900، بسطيها بتصير 1 على 300. ممتاز. شو يعني 1 على 300؟ يعني كل سنتي في الرسم يقابل 300 سنتيمتر. ولاحظي هاي النسبة مش غالية على مين كمان؟ على الكل. الثاني يعني 4 سنتي، لو جينا قسناها على 1200 سنتي، 1200 آسف مش 12، 1200 سنتي، قسمي على 4 1، قسمي على 4 300. هاي 1 إلى 300 بنسميها مقياس الرسم. شو معناتها؟ شو معنى مقياس الرسم؟ يعني كل سنتي ترسمه على الخريطة تبثله بالواقع بكم سنتي؟ 300 سنتي. إذا بناء على هذه القصة أنا بقدر أعرف أبعاد أي قطعة لو عرفنا الخريطة. هي شو فائدة الخرائط هون؟ إنه أنا مثلا نأخذ مثال عملي عليها، لو أنا مثلا عندي خريطة للأردن، نفترض إنه هاي خريطة الأردن وعندي مدينتين، مدينة ألف مدينة باء، نفترض إنه هاي عمان وهاي أربد، المسافة الحقيقية اللي بينهم تعرفوا قديش؟ 80 كيلومتر تقريبا، خلينا نحكي بدون ما نحط اعداد، 80 كيلومتر في الحقيقه، كويس. جبت مسطرتي وقست المسافه بين الف وباء على الخريطه، هل راح تلاقيها 80 كيلومتر؟ لا يا دوب. لا 80 كيلومتر حقيقي، بعد حقيقي على الخريطه، نفترض طلعت 4 سنتيمتر. طب سؤال، كم مقياس الرسم لهذه الخريطة؟ يعني هنا 1 إلى كم؟
مش عارف يعني كل سنتي على الخريطة كم بقابل في الواقع، مش عارف كيف. فإحنا نمشي هون على القانون المشهور تاع مقياس الرسم، مقياس الرسم يساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي الحقيقي وبس، هو نسبة. فمقياس الرسم اللي أنا بدي إياه من هذا السؤال هو الطول في الرسم قديش كان؟ 4 سنتي على 80. مش 80، غلط. شو بقول؟ نحولها إلى سنتيمتر. سنتيمتر 1 مليون. اختصري على 4 فيها 1، على 4 فيها 2، بكتب 1 إلى 2 مليون. يعني كل سنتي على الخريطة بقابل 2 مليون سنتي في الواقع. الخرائط بتكون بالعكس معمولة. كيف يعني معمولة بالعكس؟ نفترض أني أنا بدي أسافر على منطقة ما بعرفها، رحت جبت خريطة من الأطلس، لقيت المدينة ألف والمدينة باء، لقيت طولهم على الخريطة لما قستهم بالمسطرة على الخريطة طلعوا 2 سنتي على الخريطة. من حتى نسميها خريطة، الصورة هاي نسميها خريطة، شو لازم يكون فيها؟ مقياس رسم. مقياس رسم، كل الخرائط فيها مقياس رسم، حتى خرائط البناء، مخططات البناء تلاقي دائما فيها عليها ايش؟ مقياس رسم. مقياس رسم، ممتاز. الآن لو جيت قلت لك 1 إلى 4 مليون، طب أنا اللي بدي أعرفه الآن ما المسافة الحقيقية بين المدينتين هذول؟ كم البعد الحقيقي؟ سهل أنا أقيسه بالمسطرة. المقياس عندي، شو ظل عندي؟ البعد الحقيقي. أسهل طريقة تحسبيها بدون قانون بدون شيء، على العقل أصلاً أنت مفهومة. هون رسم وهون حقيقي، يعمل النسبة وتناسب 1 لا زي. الواحد سنتي في الحقيقة في الرسم عفواً بقابل 4 مليون سنتي في الحقيقة، بعض كله بالسنتي بحكي أنا. طب أنا اللي عندي بالرسم موجود قديش؟ 2 سنتي. إذا قديش الحقيقي؟ نضرب ضرب تبادلي، ما بعرف تناسب طردي هاي بينهم، إذا بضرب تبادلي، إذا 8 مليون. 2 في 4 مليون، 2 في 4 مليون بطلع 8 مليون. 8 مليون إيش؟ سنتيمتر. كم كيلومتر؟ على 100 مقسم على 100 ألف. 100 ألف اطلعوا الدرج، روحوا راجعوا الدرج، بطلع 80 كيلو. 100 ألف شو بطلع عندي؟ 80 كيلومتر. إذا المسافة بينهم 2 كيلومتر، 80 كيلومتر عفوا. يعني هيك عرفت أنا إيش المسافة الحقيقية من خلال معرفتي لمين؟ للمسافة على مقياس الرسم الخريطة، من مقياس الرسم عرفتها. وهي بتساعدنا كثير صراحة في حل مسائل صعبة وسهلة. طبعا في تقريب، لا لأن أنا هسه مثلا لو أجيت على خريطة على أطلس قست المسافة بين عمان والعقبة مثلا وطلعت معي فرضا 390 أو 380 أو شيء زي هيك، بس أنا بعرف إنه المسافة الحقيقية مثلا بينهم أقل من هيك، هل معناته الخريطة غلط؟ لا، هو مش الخريطة غلط إذا كان الفرق لحدود 10 كيلو بس، مسافات بعيدة زي عمان والعقبة مثلا كان فرقية 10 كيلو، مش هالفرق. ليش؟ لأنه أنت فعليا في الخريطة كيف بتقيس؟ بتقيس يعني دارت مستقيم هيك خط واصل، الطريق اللي بتمشي فيه أنت من عمان للعقبة هو متعرج، فراح يطلع معك فروق، الفروق هذه بتخلي دقة قياس أقل، ما تعطيك المسافة الحقيقية 100%. بس واحد مسافر ماشي 400 كيلو يعني تفرق معه 10 كيلو بالنسبة له ولا إشي. هاي نأخذ مثال ثاني، لو تخيلنا إنه عندي أنا بيت على شكل هيك، رسمنا له خريطة مستطيل يعلوه نصف دائرة زي هيك، يعلوه نصف دائرة على الخريطة، محطوط انه هون 8 سنتيمتر الطول، العرض محطوط 6 سنتيمتر كويس. شو المطلوب؟ المطلوب المحيط الحقيقي لهذه الصورة، المحيط الحقيقي المطلوب، المحيط الحقيقي لهذه الصورة. طبعا لازم شو يكون كاتب لك تحت؟ ما
مثلاً 1 إلى 2000. يعني لازم أكون كاتب لك على الخريطة شو؟ مقياس الرسم. مقياس الرسم، بدون مقياس الرسم كيف تحل؟ ما يقدرش أحل. يلا كيف نطلع المحيط الحقيقي؟ بالأول بجيب كل إشي، بدل ما هني 8 سنتي و 6 سنتي ومش أول الدائرة اللي أنا بعرفش قديش محيطة، شو بجيبهم؟ بحول لهم كلهم لإيش؟ لأطوال حقيقية. يعني الواحد سنتي على الرسم بقابل قديش؟ 2000. الثماني سنتي قديش بتقابل؟ سين. إذن سين شو بتساوي؟ 16,000. يعني هاي الثماني في الحقيقة هي 16,000 سنتي. خلينا نشتغل بالسنتي، كل شيء سنتي هسه. تمام؟ الستة ايش راح تتحول؟ نفس الطريقة. الواحد بقابل 2000. 12,000. الستة شو بتقابل؟ سين. 12,000. صح؟ سنتيمتر. إذا الستة بتقابل 12,000. ممتاز. الآن شو يعني محيط؟ الآن بدي أصير لما بتعامل مع المحيط الحقيقي، لما بتعامل مع المحيط الحقيقي ببطل أتعامل مع مين؟ مع الستة والثمانية، بصير أتعامل مع مين؟ مع 16,000 و12,000 اللي هن الحقيقيات. تمام الكلام؟ أو إذا بدك حوليهن لأمتار عشان يصير أسهل عليك. يلا حوليهن لمتر. 16,000 سنتيمتر كم متر؟ على 100. يعني شو بتطلع؟ 160. وها شو بتطلع؟ 120. ممتاز. الآن بدي أحسب المحيط. هسه ما حلتش السؤال، أنا بدي المحيط. بدي المحيط الحقيقي. إذا أنا بصير أتعامل هسه 160 متر، 120 متر، وبنسى هذول خلص الأصليات، هذول خلي كلهم بنساهم، خربطني الآن. بس بضلني متذكر إنه 1 لـ 2000 هي. ممتاز. كيف بدنا نحسب محيط هذه القطعة؟ على محيط الدائرة. القانون. أمشي. طول هاي. نصف الضلع. زائد الضلع هذا. زائد طوله. زائد طول هذا. زائد محيط. نصف الدائرة. دائرة. هذا أخذناه الدرس ولا ما أخذناه وش قبل المرة؟ أخذناه. يعني هاي المسائل هي نفس مسائلنا القديمة. بس شو اللي تغير علينا؟ إنه بنحول قاعدين الأطوال اللي موجودة على الرسم لأطوال حقيقية وبس. سلام يسلمكم. بتقول نعمل عملية الجمع. طب المساحة؟ نقدر نحسبها بنفس الطريقة. طبعا بنفس الطريقة. طبعاً هنا المحيط شو تسوي بالأول عشان نخلص تحت المحيط؟ بتقولي هون نصف القطب عبارة عن 80 متر. شو بطلت أشتغل على الثمانية والستة القديمات. حولت كل شيء أشي الأطوال حولتهم لإيش؟ لأطوال حقيقية. بعدين بحسب المساحة والمحيط. واضحة؟ ما حد يعمل إشي ثاني غيره. مش تحسب المحيط على الرسم بعدين تحوله، لا، ولا المساحة على الرسم بعدين أحوله. خاف تقع في مشاكل هنا. المحيط ما عندك مشكلة، بس المساحة عندك مشكلة بصير. فإذا أنا بحال الحالة شو بسوي؟ حولت الأطوال كلياتها الأطوال حقيقية ثم حسبت. كيف نحسب محيط نص الدائرة هون؟ مين يقول لي؟ اثنين ونقص باي. اثنين باي في 80. 80 متر خلاص صار حقيقي. هيك احنا حسبنا المحيط وخلصنا. طب المساحة كيف بنحسبها؟ 120 مستطيل في مساحة الدائرة اللي هي باي في نصف القطر تربيع. مضبوط ولا لا؟ وبجمعهم مع بعض الحقيقي. مش بنقسم على 2 دكتور؟ مقياس الرسم شو فادني؟ اني حول الاطوال الى اطوال ايش؟ حقيقي. مثال ثاني، واحد عنده قطعة أرض صايرة زي هيك، كويس؟ أو أنا جاني إن هذا متساويات، أنا بديش يطلع متساويات، سنة شوي بديش يطلع متساويات. يعني هاي مثلاً هيك، هاي جاي هيك، والشكل يعني لا هو متوازي أضلاع، لا هو شبه منحرف، لا هو يعني ما في عندي أي إشي. هنا على الخريطة معطيني إنه هاي 4 سنتي، معطيني هاي إنها 9 سنتي، هذه معطيني إياها إنها 13 سنتي، هذه معطيني إياها إنها 22 سنتيمتر، ومعطيني على الخريطة مفتاح الخريطة 1
إلى 4000. كويس؟ لو تخيلت إنه هاي قطعة أرض، بدي حدا يقول لي شو مساحتها تقريبا بالدنم. شايفين هذا الموقف اللي بحكي فيه؟ مر عليكم قبل هالمرة؟ أخذتوا إشي زيه؟ نحسبها كأنه شبه لا، ما أخذناه زيه، يعني ما أخذناش نفس الفكرة. ها دخلنا مقياس الرسم مع التقدير مع حساب المساحة كله مع بعضه في إيش؟ في موقف واحد. هذا الموقف إذا صار جديد عليك مثل هيك نقول عنه مسألة. كيف نفكر فيه؟ شو اتفقنا قبل شوي؟ نحول أول شيء ما تتعاملي مع القياسات اللي موجودة على الرسم. نحول القياسات، خصوصا أنا بدي المساحة. إذا حولي كل القياسات الحقيقي. يلا الواحد هذا 4000 هون حقيقي، مش هيك احنا قلنا مقياس الرسم نتعامل معه؟ يلا الواحد 4000 الواحد سنتي على الخريطة بقابل 4000 سنتي في الواقع. طيب الأربعة سنتي شو بتقابل؟ سين ساوي 16000 سنتيمتر. كم متر؟ 160 متر. يعني أنا هاي الأربعة ببطل أطلع عليها إن أربعة بطلع عليها إن 160 متر. كويس؟ يلا والتسعة شو راح تطلع بدل ما نظلنا نعيد؟ تسعة في أربعة 36 ألف بطلع 360 متر. 360 متر. إذن هاي 360 متر. يلا كملي اللي بعديها. 13 راح تضرب في 4 52 متر. يعني هاي عبارة عن 520 متر. يلا 22 شو راح تطلع؟ 88000 22 شيكة 88 بطلع 880 متر. بطلع 880 متر. 880 متر يعني قريب الكيلو على فكرة. طيب ممتاز. هسيات احنا بدنا نبطل نتعامل مع مين؟ مع السنتيات هذول القديمات. هسا صارنا كأنه القطعة الحقيقية شوفي أبعادها كيف؟ صارت هيك أبعادها. كم مساحتها تقريبا؟ قلنا هون ما نقدر نبلعها على القوانين اللي تعلمناها. بدي تقدير، ما بدي جواب. شو بنسوي؟ مين يعطيني فكرة؟ أظن مرة قلت لكم إياها في المحاضرة أو شيء ناسي. بس افرض إني ما قلت لكم إياها، كيف بتطلعوها؟ كتقدير، قولي لي هاي كم دولم تقريبا؟ طلعي كيف في طريقة هون مع المتوسط الحسابي. بأخذ الضلعين المتقابلين واجيب متوسطهم الحسابي بجمعهم وبقسم على اثنين. هاي بتعطيك تقدير جيد. يلا اجمعوا تاني شوف. 0 8 6 على 2 3 4 340 متر. متر. يلا واعمل الضلعين هذول نفس الطريقه، جيب متوسطهم زائد 88 هاي بنزل صفر هاي 12 على 2 6 متر. 66 يعني انا شو سويته بالضبط؟ عملت كانه الشكل، بتخيل كانه الشكل مستطيل طوله 620 متر وعرضه 340 متر. بنروح على الآلة الحاسبة ضاربين 340 في 620، طبعا كله بالامتار هذا صح؟ يعني كله انا حولته اصلا لايش؟ لامتار. خلينا نضرب 340 ضرب 20 قديش بيطلع معانا؟ بيطلع هذا العدد. مين يطلع اياه؟ ميتين وعشر الاف وثمانمائة متر مربع. مربع يعني كم دنوم تقريبا؟ تقسيم ألف. نقسم على ألف، نتخيل الفاصلة هون وبنحركها على اليسار كم منزلة؟ من ثلاث منازل. يعني تقريبا بطلع 220
تقريبا 211 دولوم، 210 دولومات و 800 متر مربع، يعني بحدود 211 دولوم، يعني تقريبا 211. يعني هاي الارض هسه ممكن بس تطلع قريبه من 211. وصلت كيف احنا بنستخدم مقياس الرسم؟ طيب النقطة اللي وراها اللي هي نقطة تحويل من وحدات الفارنهايت او المئة او الفارنهايت، صراحة مش على القانون، يعني انه يمكن انتم القانون تحفظوه سهل يعني، لكن السؤال كيف استنتجوا القانون اصلا؟ يعني منين جابوه هذا القانون؟ هم كيف بيقيسوا درجات الحرارة؟ بيعتبروا درجة تجمد الماء ودرجة غليان الماء، هذول هن الدرجتين الأساسيتين اللي بيقيسوا عليهم. هاي في العلوم هيك احنا بنشتغل. هسا صفر مئوي يقابل قديش؟ 32 فهرنهايتي، هاي مئوي هاي فهرنهايتي، يعني الصفر المئوي يقابل 32 فهرنهايتي. بتخيلهم كأنهم زوج مرتب، صفر واثنين وثلاثين. درجات الغليان في المئوي قديش المي بتغلى؟ على 100. على 100. في الفهرنهايت قديش بتغلى؟ 212. بتخيل انه عندي زوج مرتب ثاني اسمه 100 و 212. الان نرجع كأنه جبر، نرجع زي ايش؟ زي تكوين العلاقات. يعني اذا متذكرين في الرياضيات اخذته بصف سابع وثامن لما كان يعطيكم نقطتين زي هيك، هذا مش مطلوب منكم اللي بدي اسويه، اللي راح اسويه الان مش مطلوب منكم، بس انا بقوله عشان انتم تعرفوه. متذكرين كنا نجيب الميل ونقول 212 فرق الصادات على فرق السينات، حدا بنذكر شيء زي هيك؟ فكانت عباره عن 80 على 100 بتطلع 9 على 5. بعدين كنا نتكون المعادله اللي هو هون الفهرنهايتي ناقص 32 يساوي 9 على 5 في سين ناقص 0 اللي هي مئوي ناقص 0، اللي هي انه الفهرنهايتي بيساوي 9 اخماس المئوي زائد 32. هاي العلاقة اللي انتم مطلوب منكم تحفظوها، وهي نفس العلاقة بستخدمها للتحويل بين المئوي الفهرنهايتي او فهرنهايتي لمئوي. كيف مثلا؟ اعطوني انتم درجة مئوية اللي بدكم اياها، مثلا درجة 40 مئوي كم فهرنهايتي؟ ها 40 درجة مئوية كم فهرنهايتي؟ بروح معوض مكان ميم 40 9 على 5 ضرب 40 زائد 32 على 5 1 على 5 8 بيطلع 72 زائد 32 بيطلع 400 فهرنهايتي. طب سؤال، لو اعطيتك 115 درجة فهرنهايتي كم مئوي؟ مش عارف، بنعوض بنعوض بدل 115 بيساوي 9 على 5 زائد 32. طبعا معادلة بدنا نحلها، 32 من الطرفين 5 ناقص 2 3 هون 11 ناقص 8 بيساوي 9 على 5 مين، بضرب في مقلوب 9 على 5 اللي هي 5 على 9 في 83، والجواب اللي بيطلع هو الدرجة المئوية. طبعا الأشياء الغريبة في هاي المقياس المئوي الفهرنهايتي إنه سالب 40 درجة مئوية تساوي سالب 40 درجة فهرنهايتي، المقياسين بتساوي عند هذه بيطلع، يعني بتطلع نفس الإيش؟ نفس القياس، تعطي نفس القياس. بعد هيك شو هي وحدة إيش اللي جاي عندنا؟ حل المسألة الرياضية. احنا صراحة المسائل الرياضية يعني انا الواجب تاعكم اصلا مسائل رياضية، وانا بحل معاكم اخر محاضرتين ثلاث لما اشتغلنا على الحجوم والمساحات والشغلات هاي بالذكرين كان كلها اصلا مسائل رياضية. لعشو المحاضرة هاي؟ شو بدنا نحكي فيها؟ يعني نحكي فيها زي نوع من التنظير على ايش يعني مسألة رياضية، كيف استراتيجيات التفكير في حل المسائل الرياضية، وهكذا. المسائل اللي راح أعرضها مش مطلوبة منكم في الامتحان، يعني مش راح أطالبك في هاي الأسئلة نفسها، لكن أنا ممكن أسألك إيش على إشي على نمطها، يعني نشوف إنه أنت بتعرف تفكر في حل السؤال ولا ما بتعرف تفكر في حل السؤال.
وهنا بتفتح لنا ايش؟ باب كبير على المسائل الرياضية. أول نقطة بدي إياكم تميزوها بين التمرين والمسألة، إيش الفرق بين تمرين ومسألة؟ مين بعرف؟ يعطيك العافية دكتور. أهلين يا فيصل. الله يعافيك. المسألة هي يعني بدنا نفكر بعدة طرق عشان نحلها. مش شرط، ممكن بطريقة واحدة. أو بطريقة واحدة. والتمرين بس هو... يا فيصل. والتمرين هو إشي يعني معروف يعني. لا لا خليك على المسألة لسه ما خلصناش. المسألة قلنا لازم تكون موقف جديد. موقف جديد نعم. ما مر عليك. نعم. يعني لو أنت بتعرف الفكرة سلف قبل ما تبلش. تمرين. تمرين. لذلك المسألة لشخص ليست مسألة لشخص آخر. نعم. التمرين شفتوا كيف لما أجي أعطيك أنا مثلاً قانون مثلاً مساحة المثلث. كويس عرفتك القانون بعدين اعطيتك عليه مسائل عليه او تدريبات يعني تدريبات هي احسن من نقول مسائل هذا تمرين ايوه هذا تمرين صار اسمه نظرية فيثاغورس واعطيك عليه كم من تمرين قول له تطبيق هذا مش مستوى تطبيق ماشي نعم هذا مش مستوى التطبيق لعد متى مستوى التطبيق ببلش ببلش لما تعطيك مساله ما مرت عليك فكرتها ما عرفتها انت بحاجة إنك تقعد تتأمل وإيش تسوي نفكر فيها فكر فيها نعم ندور على استراتيجية ليش حلول الحلول نعم هاي الفكرة الرئيسية من وراء المسائل الرياضية لذلك يعني لما بنقول إحنا نقول إنه إحنا بندرب الطلاب على التفكير فعلا موقف المسائل هو الموقف الأمثل لتمييز أو لتدريب الطلبة على إيش؟ على مهارات التفكير العليا. كمان إحنا نستخدم كنموذج تدريسي. كيف يعني نموذج تدريسي؟ يعني أنت أول ما تدخل على الصف عشان تعلم موضوع معين وعشان الطلاب ما يسألوك ليش إحنا بنستخدم هذه الموضوعات حطهم في مشكلة موقف جديد عليهم ووريهم وين أنت بتستخدم هذه النظرية أو هذا الفكر الرياضي في إيش؟ في حل هذه المشكلة نتعرف على استراتيجيات الآن نأخذ المثال هذا على السريع مع أحمد 10 قروش اشترى بخمس قروش حلوة كم بقي معه هل هي بالنسبة لكم مسألة ولا مش مسألة معه خمس قروش بظل معناته لا مش مسألة هاي ليش لأنه متعودين عليها هذا النوع من المسائل شو بنسميه فيصل بنقول عنه المسألة لفظية لفظية يعني فيها سياق نعم. اشترى باعة مش عارف ايش بحكي لك قصة يعني المسائل الرياضية ليست مقصورة على هذا النوع. نعم. هاي بالنسبة لولد في أول ابتدائي. حلها. ممكن مسألة. لأنه بجوز ما عنده لسه بعش الجمع والطرح. بعده مش ماخذ العمليات الرياضية. كويس. لكن بالنسبة لكم أنتوا مش مسألة. هاي خلصنا الحكي. في عنا استراتيجية عامة للتفكير في حل المسائل. شو هي؟ أول خطوة أنك تفهم السؤال. وكلمة تفهم السؤال يعني تعرف معطياته مطلوب وبعدين بس تخلص بتخطط للحل وهنا بصير القصة الجديدة اللي عندنا هذا اللي بدنا نحكيه في المحاضرة بعدين بتنفذ هالخطة وبعدين إيش تتأكد حلك صح ولا لا هاي تقويم الحل يعني تتأكد إنه حلك صح ولا لا هذا المثال بظني أجيبه في الرياضيات واحد صح نعم. أخذ معي رياضيات واحد أكثر من مرة شو ماله حلو يعني أعطيتكم منه مسائل كثيرة بدي أغيره بديش أحل هذا السؤال بدي أحل واحد ثاني بدي أعطيكم يا أسر حلوا لي أنا شكلكم عسانين معاي 175 دينار كويس معاي فيصل؟ سيدي سامعك كويس قديش معاي؟ 175 دينار ممتاز ها 175 دينار عشان اطلع من الاطار ظلنا نعيد نفس المساله معاي 175 دينار هذول ال 175 دينار عباره عن قطع من ابو فئه العشر دنانير وقطع ابو فئه الخمس دنانير حلو الكلام؟ نعم ممتاز لو عديت القطع عديت القطع اللي هون عدد القطع قديش يا جماعة 25
25 ورقة يعني معي. قيمتهم المالية قديش؟ 175 دينار. نعم. سؤالي كم قطعة معايا أبو العشرة وكم قطعة أبو الخمسة؟ نقدر نحلها بأكثر من طريقة. لحظة شوي. هذه تعتبر مسألة ولا مش مسألة؟ أول. مسألة. ليش؟ لأنه بدك تفكر فيها وتحلها بأكثر من طريقة. آه. شو رأيك يا صبايا؟ نحن نعرف الجواب دغري. هلا ممكن هاي الطريقة ممكن يطلع مرة صح ومرة خطأ، فممكن نستخدم معها استراتيجية محاولة الخطأ والصح. يلا هات نجرب، جربي هات نشوف. قول انت كم قطعة بدك ابو العشرة؟ احنا قديش قلنا 100؟ اه يعني لو عملنا هيك على قطع العشر دنانير. قديش بدك اياهم نعتبر اول مرة نجرب؟ هي بدها تعمل محاولة وخطأ، بدي ارد عليها انا. يلا خمس مرات ما جاوبتيني، احكي لي اضرب اي عدد يا بنت. سبعة. ها سبعة قطع. اوكي اذا الباقي قطع الخمسة كم لازم يكونين؟ سبعة. ها واحد وعشرين دكتور. ليش؟ لأنه خمسة في واحد وعشرين 18 لازم يكون يا فيصل. آه حتى يصير 25. حتى يصير 25 من أنا كل القطع اللي معاي جماعة 25 قطعة. مزبوط. إذا أول محاولة بدي أعتبر إنه معاي سبع قطع أبو العشر دنانير وخمس قطع 18 قطعة أبو الخمس دنانير. قديش قيمتين المالية؟ سبعة في عشرة قديش بطلعين؟ 70. 70 دينار وخمسة في 18 85 40 80 90 90 90 و70 150 وانا معي 175 ما زبط معنا هيك. هذه محاولة خاطئة. شو بنعمل؟ نعمل محاولة ثانية. نعم لو قلنا نجرب بنظن نجرب لحد ما تزبط. هاي طريقة. إذا أول استراتيجية عندي إيش اسمها؟ إيش اسمها؟ المحاولة والخطأ. والخطأ. أحب أقول لي طب هاي طويلة يا عمي شو هاي؟ أنا أجرب. طب بلقي قعد ساعة أجرب وما زبطتش. آه ممكن تقعد ساعة تجرب ما تزبطش وجزء حظك كويس من أول واحدة تزبطها. طريقة الثانية أشهر استراتيجية اسمها تكوين معادلة، وهي أشهر طريقة بالرياضيات إنه بنكون معادلات. هون بدك تعمل فروض من عندي. نفرض مثلا أن عدد قطع العشر دنانير يساوي س. إذا عدد قطع الخمس دنانير كم لازم يكون؟ آه إذا فرضت إنه عدد قطع العشر دنانير س، إذا قطع الخمس كم قطعة راح يكونوا؟ ناقص عشرة. ناقص س. 25 ناقص سين مهني كلهن 6 25 قطعة مهني 25 ورقة. يعني لو فرضت انه عندي سين من اوراق ابو العشرة اذا الباقي بدهن يكونن ايش؟ ابو الخمسة. لان كيف بنحسب القيمة المالية تبعتهن؟ بنضرب عدد القطع في 10 دنانير زائد 5 في 25 ناقص سين بيطلع جواب 175. هيك شو سويت انا؟ كونت معادلة. بس أحل المعادلة شو بطلع معاي؟ بطلع الحل. هاي طريقة ثانية. طريقة ثالثة. الطريقة الثالثة بيسموها استراتيجية اللي هي قائمة منظمة. قائمة منظمة تشبه المحاولة والخطأ لكنها المرة بدنا نمشي بإيش؟ بنظام. يعني هو منقول عدد قطع العشر دنانير بدي اعمل جدول، عدد قطع الخمس دنانير هن كم واحد كلهن؟ 25 صح؟ شو رايك نفرض انه عندي 12 قطعة من ابو العشرة و13 من ابو الخمسة؟ طب ليش هيك عملت 12 13؟ يعني زي كأني قسمتهم بالنص.
بس ال 25 ما بتنقسمش بالنص، فخليت الخمسة أقل والعشرة أكثر، بعدين بصير أمشي بترتيب. طب سؤال، قديش القيمة لأبو العشر دنانير؟ كم قيمة العشر دنانير؟ 120. 120 دينار. ليش؟ لأنه عندي 12 ورقة، كل ورقة بتبقى 10 دنانير، إذا بصير 120 دينار. والقيمة تاعت الخمس دنانير 75. 5 × 13 75، مضبوط؟ 5 × 3 15 65. 65. ايوه، اجمعيهم مع بعض بيطلع 185. واحنا شو اللي بدناهم يطلعوا؟ 175. غلط. اذا معناته لو خلينا 11 خلينا 11 15 وزيد هاي واحد 14. نقص هاي واحده وزيد هاي واحده، شوف كيف الفرق بينه وبين العشوائي هذاك، التجريب والمحاوله، انه انا بمشي بنظام هذا الساس. هسياتها بتطلع 110. 110. وهي تطلع قديش؟ 5 في 24 70. 70. زدت 5 دنانير وانا زدت 10 دنانير بس. بيطلعوا قديش؟ 180. اوه قربنا. هلا بصير 10 10 15 لازم يكون هيك صح؟ 175 بيطلع 175، خلص هذا الحل. إذا عندي 10 قطع من أبو العشر ليرات وعندي خمس قطع من 15 ليرة. هاي الطريقة شو بنسموها؟ قائمة المنظمة. المنظمة. الآن ممكن أشتغل بطريقة ثانية مختلفة تماماً عن هذا كلياته، اللي أستخدم إيش؟ الرسم. كيف أستخدم الرسم؟ أفرض مثلاً، يعني طريقة من الطرق اللي ممكن أفكر فيها، إني أفرض انه كل القطع اللي معاي من ابو فئه مين؟ يا ال10 دنانير الخمس دنانير اللي بدكم اياه، شو بتحبوا؟ انه بعتبر انه ال25 قطعه اللي معاي مالهن كلياتهم من فئه الايش؟ 10 دنانير. ال10 دنانير زي ما بتحبوا. بروح راسم 25 قطعه من ابو الايش؟ هاي ناخذ ابو خلينا ناخذ ابو الخمسه، ما عندي شلون ابو 10 مش راسمين واحده 10، خلينا نرسم واحده خمسه، يعني نفترض انه هاي خمس دنانير ماشي، هاي واحده من فئه ابو الايش الخمس دنانير. انا كم قطعه ورقيه معي في المساله؟ 25. طيب هاي ابو الخمسه ماشي، كم واحده لازم اسوي زيها؟ 25. 25 تمام هيك، يعني بصفطهم 25 قطعة. أنا بدي أحافظ على العدد 25، ما بدي أغيره، ويفضل إنك ترتبهم. وبعديها شو بدي أسوي؟ بدي أستبدل، نضاعف منهم الخمسة، أحول عفوا مش أستبدل، بدي أحول بعض قطع الخمسة العشرة. العشرة. طب سؤال، لو حطيت 25 قطعة أبو الخمس دنانير كم بصير المبلغ اللي معاي؟ 125. ممتاز يا فيصل، بصير معاي 125. هذول قديش صارين يا جماعة؟ عدوهن. 2 4 6 8 خليهن 10 جنب بعض أحسن، عشان هيك يصير أسهل عنا في العد. هيك 10 صح؟ وهي قديش صار عنا؟ 6. هيك حط كل واحد قبال واحدة. هيك 7 صح؟ وهيك حطي تحتيهم، هيك صاروا 20. ليه؟ شو ظل بدي؟ 5. بدي 5. 1 2 3 4 5. وهاي يا سيدي 5. وهاي دوبليكيت. وجرهن كلياتهم حطهم هيك. هسا انا المبلغ اللي صار معي بهاي الطريقه وشي ثبتت البيو ان انا عندي 25 قطعه، المبلغ اللي صار معي ايش صار؟ 125 دينار. انا بدي احول الان بعض القطع هذول، بدي اخليهم موجودات، بس بدي اغير، بدل مكتوب 5 بدي اكتب عليهم ايش؟ 10. 10. طب عدي معي 125 و10 135 و10 45 145 و10
155 كملة. 165 175 وقفة. بعيدة خربطنا احنا. إنه 25 صح؟ 25 في 5 125 دينار. هسيات شو بدنا نسوي؟ بدنا نكمل لو لإيش؟ بدنا نكمل لوين؟ ل 175. نعم. مش عندي أنا 125؟ بدي أوصل لوين؟ ل 175. كيف بدي أخلي القيم هذول وصلن 175؟ يعني هو أنا شو سوى؟ افترض إنه كل العملة اللي معاه أبو الخمس دنانير. كل العملة اللي معاه من أبو الخمس دنانير. بده يحول أسف بده يخلي بعضهن يصير إيش؟ 10 دنانير. بدنا 5 قطع. 5 قطع. ليش؟ لأنك حطيت 10 هون بطلع 135. 10 قطع هون. أو يعني حطينا بعضها حولنا 10 بصير 145 10 155 10 165 10 175. طب كيف هيك يا فيصل؟ هيك معناته أنا بدي بس 10 قطع، بدي 6 قطع. لو سوينا هاي 10 20 30 40 50 لما بصير تخربط الشغل. أقول لك ليش؟ لأنك السيارات لو جيت حطيتك 10 20 30 40 50 هذول الباقيات مش مجموعهم 125 صح؟ صح. معك شو مضطر أسوي؟ نزود كمان القيم. زود كمان القيم. هاي كمان 10 كمان 10 كمان 10 كمان 10 كمان 10. عدل لي هذول، استجمع لي هذول. هذول 15 175 وهذولك 100. وهذول 100. 100. يعني ممكن اتصورها بطريقه تسموها هاي الطريقه ايش؟ رسم الشكل. ممكن احلها على ايش؟ على الاشكال. بتصير سهله او صعبه المساله بناء على طبيعه المعطيات اللي فيها. بصير سهوله وصعوبه المساله على المعطيات اللي فيها. احنا بالرياضيات اكثر شيء بنستخدم الرسم متى؟ في مسائل الهندسه. يعني كثير احنا مسائل الهندسه او اغلب مسائل الهندسه احنا ما بنقدر نحلهن الا اذا ايش؟ اذا رسمنا الشكل. زي هذا السؤال مثلا، ا ب ج 3 مدن تقع واحده شمال الثانيه وواحده غرب الثانيه يعني افرض ان السؤال هذا مكتوب بس هيك بدون ايش؟ بدون رسمه. تقدر تحله؟ لا صعب. بعد شو لازم اسوي؟ الرسم. طيب يلا الآن راح نأخذ استراتيجية جديدة. يس الاستراتيجية اللي أخذناهم لحد الآن وذكرناهم لحد الآن اللي هي محاولة وخطأ. والاستراتيجية الثانية اللي سويناها شو كانت؟ تكوين معادلة. معادلة. والثالثة شو كانت؟ قائمة منظمة. والرابعة رسم. والرابعة كانت رسم شكل. رسم. الخامسة والسادسة اللي راح يكون البحث عن نمط وإيش وحل مسألة أسهل. خلينا نأخذ مثال على هاي غير اللي في البرزنتيشن، أنا ما بدي أتقيد فيه. طلع وراح أحسب أنا، وحتى واحد منكم طلع آلي حاسب يحسب وراي شوف لي بحسب صح ولا غلط. أنا 11 ضرب 45 بيساوي 495. 11 في 35 بيساوي 385. 11 في 34 بيساوي 374. 11 في 12 بيساوي 132. 11 في 53 بيساوي 583. اللي مش مصدق يتأكد انه كلامي صح ولا لا. مظبوط. طيب اذا كان مظبوط اتاملي لي فيهن، استقرئي لي اياهم هذولا. استقرئيهم يعني كيف استقرئيهم؟ يعني حاولي تكتشفي النمط اللي موجود في هذه المجموعه من الامثله. هلا الخمسه اذا فهمتيه جاوبيني على هذا السؤال.
أربعة. إذا عرفتي شو النمط؟ ها؟ أربعمية وأربعة وثمانين. إيه بدون آلي هاي طبعًا. بدون آلي. كيف طلعتيها؟ بتحافظ على أحد والعشرات بس بتخلي العشرات في المئات. لاحظت إنه الأحد والعشرات حافظت عليهم، طلعوا في كل الأمثلة اللي طرحتهم. بس جمعنا بال. جمعنا الرقمين هذول. بالنص. بالنص. اللي بالنص. هذا النمط صحيح ولا غلط؟ بس للإحداث. 100% لحد الآن للإحداث ضابط صح؟ إذا اللحظة هاي بتعطيني زي طريقة للضرب في 11. يعني المشكلة تاعتي أنا شو السؤال؟ السؤال أعطيني قاعدة للضرب 11 تكون سهلة وذهنية وسويها بشفوي بسرعة بدون ما أقعد أحسب. هاي طريقة حلوة. شو هي؟ ثبت الأحد والعشرات واجمع الرقمين. طب سؤال، تقدر تضربي لي هيك السعيات؟ بدنا نعمم شوي نطلع أكبر بدون آلي. واحد أنا بطلع لكم الجواب. طلعي اثنين وواحد رح أخليه. أربعة خمسة هذا الجواب اللي نصدق يتأكد. جمعنا الآحاد والعشرات والعشرات والمئات. أيوة. واثنين والواحد شو عملت فيهن؟ ثبتتهن. شو رأيكم بالطريقة؟ حلوة. شوفوا هون اللي بوجهكم عليه، لا هاي هي وحدة حل المسألة، إنه أنا كيف أفكر بطرق غير تقليدية أوصل لإيش؟ لنمط. هاي طريقة من طرق حل المسائل. طب واحدة ثانية أصعب، هاي نفسها خمسة ستة بس نجمع 11 وهاي بنحطها يعني شو أكتب؟ أكتب ستة خمسة وبالنص لا سبعة سبعة سبعة. أيوة برافو سبعة لأنه هاي لأنه أنا صار في عادة تجميع، صار في عادة تجميع، لما يصير إعادة تجميع ما بصير أكتب بالنص رقمين، بكتب رقم واحد. فيصل أين أنت يا فيصل؟ معك دكتور معك. شفت الطريقة هاي كيف؟ شفتها. هسيات شو بتعملوا هون؟ بتقدر تعطيها لطلابك، ما تعطيهم إياها قاعدة تحفظهم إياها، شو تسوي لهم؟ أعطيهم بس البداية زي هيك، بعدين قولهم يلا أنت بدك أنتوا تطلعوا لي قواعد إلها أو قاعدة إلها هيك سريعة، وتصير تضرب في 11 بدون ما إيش؟ بدون ما تجري عملية الضرب. بناء عليه هل تقدر تضربوا هذا العدد في هذا العدد؟ هاي المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية إنه أنا كيف أطلع ناتج هاي شفوياً دون إيش؟ آلي حاسبة. فالحل بيكون طريقة التفكير في هذا النوع من المسائل شو هو؟ إنه بنرجع لمين؟ لحل المسائل الأسهل، هذول كان المسائل الأسهل، وبعدين بحثت عن نمط فيهن ومنها طلعت لمين؟ لحل المسألة الصحيحة. حل مسألة. نأخذ واحدة ثانية ما شرحتها لحدا، هاي نحكيها جديد. بقول لك في واحد عنده 81 إيش؟ بقرة. وعنده كم ولد؟ 9 أولاد. بده يقسم البقرة على أولاد، كل ولد سيأخذ كم بقرة؟ 9. 81 تقسيم 9 شو بيطلع الجواب؟ 9. في مشكلة لهون؟ لا ما في مشكلة. طلع وين المشكلة؟ المشكلة إنه البقرات مرقمات من 1 لـ81. حلو الكلام؟ البقرة الأولى رقم 1 بتحلب كيلو، كيلو جرام حليب. البقرة الثانية بتحلب 2 كيلو جرام حليب. البقرة الثالثة بتحلب 3 كيلو جرام حليب، وهكذا لعند 81 كيلو جرام حليب. بس احنا اتفقنا هم 9 اولاد كل واحد ياخذ 9 بقرات، بس المشكله كيف بدك تعطيهم البقرات عشان يطلع كل واحد معاه نفس كميه الحليب؟ نعطي الاول الاولى والاخيره
طيب مع الثانية وقبل الأخيرة. طيب بضلنا هيك. اسمعي اسمعي شوف التحدي وين. شوف هاي مسألة، هاي اسمها مسألة رياضية، هاي صراحة بدها تفكير عميق حتى تقدر تحلها، بدها أسلوب، بدها نمط، بدها تفكير مش طبيعي حتى تقدر تحلها. تنحلش بالطرق التقليدية. في ناس مفكرين إنه الرياضة دائما تسوي معادلة وحل، يلا سوي معادلة، سوي اللي بدك إياه. هون صراحة إلا هاي كانوا يعطوها علماء المسلمين في السابق، رياضيين المسلمين كانوا يأخذوها لإيش؟ فور فن، للتسلية، وينموا مهارات التفكير العليا عندهم من خلال مسائل من هذا النوع. طلعك أنا حتى حل هذا السؤال بدي أسترجع معاك أو بدي أعلمك معلومة إيش أبسط منه. يعني أنا ما بدي حل هذا السؤال، هذا سؤال صعب صراحة، فشو بدي أسوي؟ بدي أحل سؤال أسهل منه. شو السؤال الأسهل منه؟ السؤال اللي أنتم بتعرفوه قديم ومشهور جدا، عندك مربع مقسم لثلاث يعني تسع منازل هيك، تسع خانات اللي كانوا يسمونه مربعات السحرية، وبدك تحط الأعداد من واحد لتسعة في الصفوف والأعمدة، بحيث أنك لو جمعت الأعداد بس من واحد لتسعة، طبعا ممنوع التكرار، واضح أنه ممنوع التكرار، كويس؟ ممنوع الهدف أنه يطلع مجموع أفقيا عموديا قطريا نفس الجواب. كيف أوزع الأعداد من واحد لتسعة بحيث أني أحصل على العدد نفسه أو المجموع نفسه؟ في أحد يعرف يحلها؟ لو حطينا واحد بالنص دكتور. لحظة شوي، هسا في طريقة استراتيجية فيصل قبل ما نحل، قبل ما نعرف الطريقة، إني أجرب أعمل محاولة وإيش وخطأ. نعم. وممكن تزبط معاك. هسا أنت بتقول لي حط الواحد بالنص، وين أحط الواحد بالنص؟ وين بالنص؟ أول مربع بالنص فوق. فوق. ممتاز. هسا هو بدي يمشي على استراتيجية، ترى حافظ استراتيجية هو. هاي الواحد حطيته بالنص اللي هو أصغر عدد يعني. نعم. بعدين الاثنين وين تحت؟ هون بجنبه على اليمين. هون. يس. طب ليش؟ أعطيني منطق فيها. هلا راح نحط نمط حركي، أعطيني نمط في الحركة. هون أنا ممكن يكون هذا جديد عليكم، بعلمكم إياه. يلا إحنا راح نتفق إن راح نمشي دائما بهذا الاتجاه، شمال شرق، شمال يعني فوق، شرق يمين. في هون لازم احط اثنين، هون لازم اكتب اثنين هون، بس لانه هون ما في مربع اكتب فيه نخبطه في اخر العمود. تمام. نعم. الان الثلاث المفروض برضه نفس الشيء، امشي على نفس القاعده، بدي اكتب الثلاث لازم اكتبها هون، بنحطها اخر شيء هون على الشمال، لكن لانه ما في مربع بكتبها باخر الصف. نعم. اذا شو القاعده اللي بمشي عليها دائما؟ بمشي ركن شمالي شرقي، اللي شمال يمين، في خاني بكتب، ما في بكتب في آخر الصف أو آخر العمود. طب الآن طلع الحالة، هاي حالة غريبة، جيت أمشي هيك شو لقيت؟ الخاني مشغولي. إذا لقيت الخاني مشغولي بكتب تحت آخر خانة وصلت لها. مزبوط. بعدين بمشي 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 بكتب السبعة هون لأن راح ألاقي مشغولة، ثمانية فوق تسعة تحت. الآن إذا عرفتوا هذه المعلومة، فلسه السؤال قائم يا جماعة، هذه اسمها مسألة أسهل صح؟ نعم. حلوا لي هاي، كيف أوظف أي حل هاي؟ أنا ما فهمتش العلاقة بينهم. ما شفت العلاقة بينهم، شفتي كيف؟ طب بدي أسألك سؤال أنا، لو عملت مربع وقسمته تسعة بتسعة، يعني أنا مش عارف ليش هيك برسم، مع أنه أنا معاي لوح يعني برسم لي بشكل منظم أكثر، هاي عملت مربع تسعة بتسعة، حلو الكلام، وجيت قسمته هون إلى تسع خانات، خلينا نجرب نشوف بيضبط لنا إياه هيك ولا لا. هاي واحد مايل هيك صح؟ خلينا نعمل له دوبليكيت. هاي واحد، هاي اثنين،
وهاي ثلاث وهاي أربعة. انت عشو بسوي قاعد؟ نعملها واحد قاعد برسم مربع تسعة بتسعة. طب ليش أنا هيك يعني بضيع بالوقت إني أرسمه كويس؟ لأنه عشان ما لخبطش صراحة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة صرت. هاي سبعة هيك ثمانية. شو ظل اللي ظل اللي خاني واحدة صح؟ خانتين دكتور كمان. ليش؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. خانتين مزبوط كلامك. معناته خلينا نعمل كمان خانتين يا سيدي. نزيح هاي الصورة من هون. نعمل هيك. خلصنا. نعيدها ما زبطتش. هاي عملتها هيك مزبوطة. لازم نكمل الرسمة. أنا لازم أغلق الشكل أنا نسيت. ها. برضو ما جابها. ايوه جبنا لنا وحده هون هيك. كيف صارت؟ صارت تسعة. وجيت عملت كمان تسعة زي هن وين؟ بالعرض. نمشي سريع حتى لو يطلع مش مرتب معلش. ولو عندي لوحه جاهزه بكون احسن لي. بس هسه بتعرفوا ليش؟ لانه بصراحه لو 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 ما سويت هيك راح الاقي حالي ايش بديت الخبط. بصير الخبط في الحل. يلا كمل. اخلص من لا بديش تعمل مية. لو عملناها على وحده الاكسل دكتور ما هي جاهزه. بصير. هاي كم واحده صار عندي؟ واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. هاي ستة سبعة. خلينا نسوي واحدة هون. نسوي لنا كمان واحدة هون. هيك صاروا تسعة؟ تسعة. تمام. هيك تسعة صح؟ مزبوط دكتور. يعني قول إنه مقبول ال. تمام. أنا أفضل يكون المتساويات عشان يريحني صراحة. أنا ليش سويت ليش أنا ضيعت وقت وأنا أرسم فين هيك صراحة؟ عشان عدد البقرات. أغلط أعرف أمسح. طلع شو راح أبلش؟ عشان نحط كل مربع ببقرة. من واحد لواحد وثمانين. نعم. بدي أبدأ بنفس طريقتك يا فيصل. واحد على المربع الخامس. الواحد بدي أحطه هون. نعم. اثنين بدي أمشي هيك. وين بده ينزل؟ تحت آخر شيء. ثلاث. أربعة خمسة ستة راح تيجي هون. سبعة ثمانية تسعة عشر راح تيجي هون. 11 12 13 راح تيجي هون. 14 15 16 وين راح تيجي؟ تحت ستة. كثير. لا تحت 15 17 لا تحت لحظة شوي 15 16 عفوا 16 راح تيجي هون شايف؟ تحت ستة مزبوط. كان متخربط معاي هاي. هاي 17 18 19 راح تيجي هون. 20 21 22 23 24 راح تيجي هون تحت ال 14 25 26 تحت 16 راح تيجي هون 27 28 راح تيجي هون صح؟ نعم 29 30 31 32 33 34 35 تحت 25 تحت 36 راح تيجي هون 37 راح تيجي هون 38 39 40 41 42 43 44 45 راح تيجي وين؟ راح تيجي هون 46 راح تيجي هون 47 هون 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 هون 64 65
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 لا في شيء غلط شايف غلطنا بشغلي الله اعلم وين لازم اني هون 81 بجوز هون 80 الله اعلم يعني غلطت في غلطه هون الله اعلم وين غلطت شايف يا الصبي وين الصبيه اللي قال شو دخلها هيني لساتني متابعه اقول لك شو دخلها هسه لو جمعتي هذول كلهم مع بعض مش راح يعطيني نفس جواب مجموع هذول مع بعض لا لازم خلص هي حللها لك اياها افرض انه الجدول صح افرض انه الجدول صح معناته الولد الاولاني باخذ البقره رقم 44 و34 و23 و12 و1 79 63 57 46 فهمتي علي والثاني باخذ هاي والثالث باخذ هاي ما بدك القسمه هاي بنقسم هيك ما بدك قسمي هيك وصلت كيف الفكره وصلت معناته انا بقدر اوظف يعني افكار بسيطه زي هاي لحل مسائل معقده زي هاي هذا اللي بسموها استراتيجيه حل مساله ايش حل مساله اسهل والبحث عن نمط اول بدور عن نمط وين موجود بعدين بروح بحل مساله الصراحه مسائل الرياضيات الصعبه كلها تقريبا بفكروا فيها بهذا الاساليب يعني غالبا ما بيحلوا السؤال الاصلي بيحلوا سؤال ثاني او بيخرج برا البوكس تماما يعني في امثله صراحه حتى انماط التفكير فيها مختلفة تماماً. آخر مثال هو خلص الوقت بس آخر مثال اللي هو تعميم تاع البيض هذا اللي هو بس عشان نحكي عن الاستراتيجية تبعته اللي يسموها طريقة التفكير بإيش بطريقة إيش عكسية كيف يعني طريقة عكسية بلش من الآخر يعني نبدأ بالآخر وبعدين إيش نرجع بالخطوات يعني ليش تحل يعني طلع هذا واحد معاه سلة بيض فيها عدد من البيض قابلوا الشخص الأول أعطاه نص البيض اللي معه وبيضة نص البيض اللي معه وبيضة أخذ الباقي أعطاه للثاني أعطاه نص البيض وبيضة أجى الثالث نص البيض وبيضة لما طلع ظل معاه بيضة واحدة كم كان معاه أصلا طب بقدر أسوي معادلات بقدر أجرب أحاول وأخطئ وأحلها بس الطريقة الأمثل لمثل هذا السؤال إنك تبدأ من وين؟ من آخر تبدأ من عند آخر واحد أنا لما طلعت من عند آخر واحد كان معي بيضة طب لما كنت عنده كم بيضة كان معي؟ أول شيء لازم يكون عددهن زوجي لما كنت أعطي نص البيض وهني فردي سعيدة بتضطر أكسر بيضة صح ولا لا؟ قليها لا مش قلي كسرق ولا قلي فإذا لازم يكون زوجي طب لو تخيلنا أنه معاه أربع بيضات احكي معي أربع بيضات نصين قديش نصين ثنتين وعطينا واحد يظل معنا ثلاث طلع معاه بيضة مظبوط إذا اللي آخر واحد لازم كان لما وصل عنده الشخص كان معاه أربع بيضات أربع بيضات طب اللي قبله بده يكون معه عشرة عشرة لازم عشرة ليه أعطاه واحد يظل معاه الباقي عشرة نصين خمسة وبيضة هاي ست يظل معاه أربعة مظبوط طب أول واحد قديش كان معاه؟ لما كان عند أول واحد كم بيضة كان معاه؟ 2 لازم 22 ليش 22؟ لأن أعطاه بيضة ضل معه واحد نصهم 11 وبيضة 12 ضل معه 10 وراح عند الثاني 10 طب سؤال لو كان هذه المسألة تخيلوا لو هاي المسألة محطوطة على أنه مش 3 أشخاص كانوا 10 أشخاص يضل يرجع المسكين بتضلك ترجعي أسهلك مما تعمل معادلات وتحلي أسهلك مما تعمل معادلات وتحلي وطبعا آخر نوع من التفكير بنفكر فيه في المسائل يعني إحنا المطلوب منا هنا اللي هو التبرير المنطقي اللي هو زي اللي أخذناه في العبارات المنطقية في الرياضات واحد صح خطأ إذا كان كذا فهو ليس كذا يعني هنا لما يقول لك يعمل خالد وعبد الله وأحمد في شركة واحد مدير واحد كاشير واحد محاسب الكاشير الذي كان وحيد والديه على طول بس تقولي وحيد والديه يعني لا له أخ ولا أخت الكاشير وحيد والديه يعني الكاشير ما له لا أخ ولا أخت يتقاضى أقل راتب خالد المتزوج من أخت عبد الله عبد الله له أخت معناته عبد الله مش كاشير شوفوا هنا هذا يسموه التبرير المنطقي وهذا من أصعب أنواع الرياضيات صراحة
وهذا بيستخدموه مع الدراسات العليا، بيستخدموه مع القيادات لما بدهم عين واحد بدهم يشوفوا هل عنده طرق تفكير منطقي ولا ما عنده طرق تفكير منطقي، بوجهوا له أسئلة من هاي النوعية. وأشهرها فوتوا على النت دوروا على اللي هي المسألة اللي حطها أينشتاين للتفكير من هذا النوع. هذه حليتها، قعدت أنا دكتور بازت حليناها مرة، أخذت منه ربع ساعة، مش سهلة يعني. خمس أشخاص كل واحد من جنسية مختلفة، وخمس بيوت وخمس سيارات وخمس أنواع من الكلاب وخمس أنواع من الدخان، وبصير يعطيك كلوز بيسموهن إيش؟ مؤشرات. وإنت بدك من خلال هاي المؤشرات تحذر كل واحد وين ساكن وشو الحيوان المفضل عنده وشو نوع الدخان اللي بيشربه وشو نوع سيارته وشو من المؤشرات اللي تعطى في المسألة. هذا موضوع حل المسألة. المرة الجاية إن شاء الله راح نحل مسائل، بس المرة راح نحل المسائل على إيش؟ على موضوعات لها علاقة بإيش؟ بالهندسة، بالقياس، بالاحتمالات، بالإحصاء، بس ما راح نتوسع. يعني ما راح نجيب لكم في الامتحان أسئلة إلى إيش؟ إلى دخل بموضوعات خارجية أو أفكار رياضية بس بحتة، هيك مش موضوعنا يعني. أوكي إن شاء الله.